يا حبيبي قنات اليوم وبكره وبعد بكره وبعد بكره لا اكبر، رح خبر قصه حلوه بحياتي، حتى الالم حلو والمرض حلو، كانسر از ذا انسر، ما في الم ما في علم. بفيرجينيا كانت ومركز اسمه سما سنتر، بتشوفوه بالانجليزي على الموقع الانجليزي يعني. اجى لعندي مره شخص اسمه باتش ادمز، مشهور بالعالم هلا، صار يجي هيك احس له يا باتش انا عندي اللي انت بحاجه له وانت عندك اللي انا بحاجه له. باتش طبيب، فات على المستشفيات وشاف الكذبه كيف بنعامل المرضى، اخذ شهاده الطب هنا بيعطوه الشهاده برا من ظهره، شافوه مظلط مبين طيز، عند الضحكه الشفاء بالضحكه، هاي النكتة. الحياة سمى مركز جوزن هاي عطسة، الحياة عطسة وضحك، كلام بيلبس وبيروح لعند المرضى، قامت بده الأطباء وهيك وهيك، ولكن عملوا له فيلم باتش أدمز وما بقدر لكم. بالأول كان هو ومرته وأنا وكم شخص هيك يعني، كنت أنا مع الأغنياء ماديا يعني، قدرت ساهم من قلبي لو بهالقد او هالقد. واجت الانترنت وهيك بيبعث لي كتير، يا حبيب قلبي عندك وقت تكتب؟ انت هلا صرت اشهر من اي مسؤول، من اي عالم ومجهول، واليوم بتبدلوا على البريد، ماني ناطره شيء، اللي بدي اياهم اجوا، بس ما بتعرفوا في مفاجاه. ولقيت علبه فكرتها من عند اوشو لان هن اللي بيبعثوا لي كتب، فتحتها هيك باتش ادمز، حدا بيعت لي كتاب باتش ادمز كلاون راح على كابول عم يبرم العالم هالموقع باتش ادمز فيديو، يا الله هاوس كولز باتش ادمز حبيب قلبي، خبرك كيف تحط الفرح بالارض، كيف تشفي كل المرضى بالكلاون، مهرج مش مهيج للجنس، مهرج يا حبيب، هرج ومرج مش للفرج، للفرج. طلعت هيك باتش ادمز، يا الله how we can all heal the world، كلنا بنشفي العالم بزياره وحده مع باتش ادمز. ابو منخار احمر بيرقص وبغني ومعه هلا الوف من الاطباء هيك، لا دواء وشو ما بدك تقول، يلا بس غني. تحت هالكتاب يا حبيب قلبي ما فيني خبرك، الصغار الكبار بالامراض كلها، المعاقين اللي عم بيموتوا، كلمه حلوه بغنيها using the mind body connection، الفكر والجسد واحد كيف موصولين ببعضهم، والنفس وتعت الروح يا حبيب قلبي كيف بيوصلهم بالموسيقى. كلهم بيحط لهم صور هيك كرتون، وكل صورة من هالصور بتحكي عمرها 90 سنة، ويجيب لها الحلاق يسوي لها شعرها، بيجي المزين الكوافير يسوي لها شعرها، وبتكون عارفة انه عم بتموت، وبتقول له بحب انا وعم باكل معكرونة وموت، وبنطبخ لها معكرونة، بيقعد بيقول لي كلمات حلوة كثير لحيهم. يس يا الله انتبهوا، ما نحط كثير تلوث بالهواء، ما بعد فينا نعطس، ما بعد فينا نصح، شو بنعمل؟ منعرف من قلك شو تعمل. read some books and articles about nutrition، read كتب ومقالات عن التغذية، تعذيب هالتغذية، كيف تاكل اكل طبيعي وتعيش حياه طبيعيه وتنضب
تنبسط بالأكل كأنك قاعد مع المسيح، يعني خذوا كلوا هذا هو جسد واشربوا هذا هو دمي، يعني جسدك هو جسد الله، أن ترى الله في كل شيء الألوهية. طيب شفت هاي وشفت هاي، بعدين هاي بهم حبيب قلبك عطسة هالكتاب في كل الحكمة، على كل واحد انه يقرأ بيرني سيجل الطبيب يلي كتب كتاب الحب والتأمل والمعجزات. يعني صرت فكر مين بعت لي اياهم، مين قال لي بدي ابعت لك اياهم؟ والآن هو كاتب مريم، بقول من 20 سنة ملت عينه، بس ما فيني انسى هاللقاءات، ما فيني انسى هالطعام والطبخ. مليارات الدولارات عندنا من حول العالم، بس ما حدا غيرك عرف يطبخ مثلك. ناطريني، عندنا مستشفيات ومصحات حول العالم كلها غنى ورأس، بس بدنا ليك مثل ايديك ما في لها الطبخ، التبولة والفتوش والحمص والطحينة. مريم رجعي، بدنا اياك. بس جيت على البيت حكايته، يا حبيب قلبي قلت له انا بحب اجي، قال لي بقرا ايميلاتك بس شوفهم وتخليهم للاخر مثل الحلو كوكيز. قلت له جرب تعمل بلبنان، بكل العالم عم يفتح بس ولا بلد عربي بعد. تتذكروا على ايام انور السادات كان في حزب اسمه حزب الحمير، هالحمير لازم يكونوا اغنياء كثير واطباء وعلماء وكلها، وبيلبسوا مهرج بيروحوا لعند الاطفال اللي عم بتموت، بيهتموا بامهم وببين وفيهم اغنياء وفقراء وهيك وهيك، وكتار منهم تعجبوا انه كانوا بحال الموت وصحوا. فاذا بدهم فرح افرحوا وتهللوا، قال المسيح. وبعد عم بيقولها محمد قال سعى لك وسعى لربك. انتبه، نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم أحد. يا حبيب قلب اللي قعدوا حد الأنبياء، بس قالوا له ونحن قالوا انتوا أخوتي، انتوا صحابي، انتوا شفتوني، بس أخوتي اللي حبوني وما شافوني هودي. حبيب قلبي شو هالحكمة اللي عنده، وهيك بحب ارجع زوره، بس ما بعرف وين بدي اكون بهاللحظة. قلت له عايشة الآن. Now is the only time. Here is the only place. هيك كنا نغني. Now here. وهيك رح نبقى. كل واحد منا باتش آدمز، من آدم وحوى لليوم نقعد ومنرقع بعضنا.